بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أعمل بروجكت باستخدام البروتوس؟ طبعاً أنا بدي أكون إني نزلت البروتوس مسبقاً وموجود على اللابتوب تبعي أو على الجهاز تبعي. بفتح البروتوس نيو بروجكت، بسمي البروجكت، أعطيه اسم، وبختار وين أحط البروجكت، لأنه path next، create a schematic from the selected template next، بترك الويندو هذا زي ما هو هيك في هذا الاختيار. الآن هون بقول له create firmware project، بختار البيك مايكرو كنترولر اللي أنا بدي أشتغل عليه، وفي حالتي أنا هون هو البيك 16 family، وبختار الكنترولر من ضمن البيك 16 اللي هو بيك 16 F877A، هذا البيك مايكرو كنترولر اللي بدي أشتغل عليه فبختاره هون. بختار الكمبايلر، احنا دائما بنشتغل على الكمبايلر اللي هو CCS كمبايلر فور بيك. هون بيعطيني السمري عن البروجكت تبعي، اقول له فينيش. اوكي، فهذا البروجكت اتكون. لاحظ مكون من جزئين، سكيماتيك كابتشر، حط فيه البيك مايكرو كنترولر، وحط فيه بداية الفايل الفيرموير اللي انا بدي اشتغل عليه، واعطاني انه متى عملت هذا البروجكت، اكتوبر 10 2022، والبروسيس اللي انا شغال عليه والكمبايلر اللي انا شغال عليه. لازم اعمل سيف لهاي الفايل. لاحظ هون في ستار ظهرت عندي هون وستار ظهرت عندي هون، هذا بقول لي انه it is not saved so we have to save it. شوف الستار راحت من هون، فهاي الفايل is saved. اوكي، وهاي هي السيركت اللي بدها تشتغل عليها الفايل. لاحظ انا شو قلت له هون، بس طلع لي 255 على بورت سي، بس فور ديمونستريشن يعني. هذا هون للبروجرام، بعدين نعمل له بيلد، فاعطاني بيلد سكسسفول، فاصبح البروجكت شغال. خليني اشوف البروجرام running all over the circuit. خليني نطبق البروجرام هذا على السيركت هاي، اعمل run. لاحظ هذا هو simulated circuit، انا مطلع على البورت 255.